على خشبة مسرح كلية رسنطة اليوم عم نشهد انطلاق جوقة أصوات عمان بقيادة المغني والمايسترو يزن الصباخ. رح نسمع تشكيلة ومجموعة من الأغاني للفنانين الكبار مثل السيدة فيروز والفنان الكبير صباح فخري. التفاصيل في التقرير التالي. اليوم حفل إطلاق هاي الجوقة اللي أسستها اسمها جوقة أصوات عمان. أول ما حبينا نبدأ بعمان، فسمينا الحفل عمان بتغني. الجوقة هي يعني هي مختبر حقيقي لصقل المواهب، مش كلهم موسيقيين ومش كلهم دارسين الموسيقى، فهي الجوقة هاي هي مختبر لصقل هاي المواهب. اليوم راح نسمع خليط من الأغاني الزمن الجميل لسيدة فيروز، الفنان وديع الصافي، الفنانة صباح الشحرورة، باقم جميلة من الموشحات الأندلسية. برنامج منوع، الناس بتحبه وإن شاء الله يا ربي الناس تستمتع. طبعاً أنا مغنية، رح أسمعكم اليوم أخذوا الريح وأخذوا الليل لصباح الشحرورة. طبعاً أنا فخورة كتير كوني بهاي الجوقة المميزة أصوات عمان، وكمان فخورة أكتر بأستاذنا يزن الصباغ، تعب علينا كتير وإحنا حنفرجي هذا التعب لجمهورنا المميز. أنا راح أغني يا أمر الدار للأستاذ وديع الصافي. كثير متحمس، ومتحمس أكثر لأنه تحت الأستاذ يزن الصباغ والأول لحفل إلنا كمان، وإن شاء الله ينبسطوا زي ما إحنا جداً مبسوطين. والله التدريبات كانت شوي كثيفة ومتعبة بآخر فترة، كونه هذا أول حفل لجوقة أصوات عمان. أنا اليوم راح أغني أغنية هوى الوديان للفنان وديع الصافي، وراح يكون في قبليها موال يا قلبي. شعور اليوم صراحة فيه شوية توتر وشوية حماس، التوتر من المسرح وجو الجمهور، والحماس كونه أول حفل لجوقة أصوات عمان. والله بتمنى انه الاشي اللي راح نقدمه اليوم ينال اعجاب الناس ويحصل على محبتهم. يعني دائما منفتخر بوجود طاقات شابة ومتجددة عم تحيي القيم التراثية والثقافة والفن، وإحنا من قناة رؤيا دائما منحرص على تغطية فعاليات بتأكد على الثقافة العظيمة الموجودة بفننا العظيم. هيك بنكون وصلنا لنهاية تقريرنا. يارا أبو نعمة لبرنامج دنيا يا دنيا. شعر الناس